ازيكم النهارده؟ عاملين ايه في حلقه جديده من ايم جيمز؟ حلقه النهارده بتدور على تهكير لعبه كلاش رويال. زي ما قريت في العنوان، فعلا تهكير لعبه كلاش رويال. النهارده انا جايب لكم فعلا كلاش رويال متهكره، جواهر متهكره، الفلوس متهكره. انت معاك تدخل تلاقي معاك نفسك 4000 كاس، ماشي، وانت اعلى ليفل في اللعبه 13، ماشي، على حسب ما اعتقد، عشان انا ما بلعبش كلاش رويال من اساسا. ف قبل ما نبتدي في اي حاجه، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشير الفيديو مع اصحابك مثلا اللي بيلعبوا كلاش رويال ومش عارفين يوصلوا لاي حاجه في او مستوى في اللعبه. وما تنساش برضو تدينا اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وآسف فعلا على ان السحب على القناة والقطع، بس في كذا فيديو هينزل. اولا قبل اي حاجة، انت بتدخل على الرابط تحت في الديسكريبشن، انت هتلاقي كده تنزل تدوس I am not a robot، ماشي، تستنى وتدوس continue. دي حاجة سهلة خالص، عشان في ناس فعلا ما تعرفش تختصر اختصار الروابط، ما تعرفش تعدي اختصار الروابط. بعد كده بتدوس get link. بعد ما تدوس جيت لينك بيظهر دايما اعلان، انت بتدوس، شايف المربع اللي فوق ده، بتدوس عليه تروح مسحها وتدخل تاني، وتدوس بعد كده انت بتدخل على صفحة تانية بتدوس ايه الكلمة دي بس. بعد كده اسكيب ذيس اد، خلاص دخلنا وخلصنا اهو. كراش رويال مودي بي كي ان جيمز. بعد كده بتدوس ايه داونلود. انا مش هحتاج احملها علشان هي عندي اهو، ابتدى تحميل على طول. انا حملتها وندخل نجربها. بس اعمل حاجة قبل ما ندخل نجربها، ان احنا نمسح الداتا بتاعتها. افرض انا مثلا بعرف العب ومش عارف ايه، وجمعت الكلام ده كله وقلت ان دي هاك وانزلها لكم كده وما نطلعش. دخلنا على الاعدادات، الابس، ابس تاني، فين كلاش رويال، ماشي، ايه هو، وصلنا لكلاش رويال. ندخل على ستوريج وكلير ايش وكلير داتا، ماشي، احنا كده مسحنا كل حاجة، كل مستويات في اللعبة. ندخل اللعبة، تبتدي عادي، تبتدي اللعبة، بتبتدي عادي. دخلنا، ماشي ماشي، استنى بقى لحظة الحقيقة، يعني مثلا نكتب ايه games. اوكي، شايفين الفلوس اهو، انا بعد شوية، شايفين الفلوس، شايفين مثلا كينج از ات ماكسيمم ليفل. بص يعني كل حاجة، مثلا افرض قلت لي ان دي منظر مثلا مليون جوهرة و10000، انا هو نفتح، نفتح باكج، نفتح نفتح اهو، نفتح تشيست، انت بتزيد فلوس. بص 566 كارت، يعني كل اسف خالص على الصوت، ولازم يكون في ليجند باكت في الاخر. اهي كسبت دي مثلا زلوج، دي فعلا حلو. شوف كسبت ده كل ده في تشيست واحد. مثلا انت مثلا الفلوس دي خلصت، وهي عمرها ما هتخلص، وممكن تخلص منك انت من غيرها. هتشتري بس كده، هتشتري بس اهو، اشتري تاني. الجواهر عندك مليون جوهرة، يعني انت هتعوز ايه تاني اكتر من كده؟ معاك 4000 كاس، يعني كل دي بسنانين بيديهالك هدية في الاول. لو دخلت مثلا باتل، ماشي، انا ادخل دور قدامكم، انا ما بعرفش العب وهخسر، وهدخل اخسر وانا عارف ان انا ممكن اخسر، يعني بس كده ادخل باتل. انت مهما كسبت انت اللي هتكسب، انت مش هتشوف على ست خالص ولا كسب.
بس بص يا صاحبي، مهما لعبت انت مش هتخسر كؤوس. انا بعد وقتك اللعبة بس كده. كده حلقتنا خلصت النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم، وتدينا كومنت ازاي نعمل، تدينا كومنت ازاي نطور من القناة اكتر. شكرا ليكم، سلام.